ما شاء الله تبارك الله، أمطار متوسطة إلى غزيرة في هذه الأثناء على الأجزاء الجنوبية الشرقية من ضمد. اللهم صيبا نافعا يا رب، اللهم صيبا نافعا يا رب. زادت الغزارة ما شاء الله تبارك الله. هي رحمة الرحمن وماءه الزلال الصافي الذي يأتي منعشا للقلب منعشا للروح مبهجا لكل ذي هم. ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح في هذه الأمطار الخير والبركة وأن يجعلها نافعة غير ضارة. طبعا اليوم الأحد 8/0/1444 منطقة جازان الآن. حياك الله يا ابويا، الله يسعدك. الحمد لله الحمد لله، نعمة كريم يا ميجي ميجي. الحمد لله، الله يسعدك. شمال شرق ابو عريش ما شاء الله تبارك الله، اثار الامطار. وهنا الجميل يوثق جريان هذا الشعب ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. طبعا الاجزاء الشماليه الشرقيه من محافظه ابو عريش بعد الهطولات المطريه الغزيره ولله الحمد، هنا شعب كما يسمى محليا شعب ابو النخاليل ولله الحمد ما شاء الله تبارك الله. طبعا الهطولات اللي هنا كانت غزيره جدا مهمه اثارها وجريانها كما يسمى. طبعا اليوم الاحد 8/0/1444 وشوفه العين ما شاء الله تبارك الله.